تقوم كوادر معهد التدريب النفطي بيجي، ومن التاريخ 4/4 ولحد الآن بحملات تعقيم وتعفير إلى مدينة بيجي والأقضية والنواحي التابعة لها. وحاليا مثل ما تشوفون احنا في مجمع حبوب بيجي، حيث قمنا بحملة تعفير وتعقيم لمركز شرطة الحجاج، وحاليا في مركز مجمع حبوب بيجي، وراح نقوم بحملة تعفير إلى المحلات والأسواق اللي موجودة في ناحية الحجاج والبوطعمة، وكذلك السيطرات الشرطة أو الجيش اللي موجودة ضمن قاطع هذه المنطقة. توجهت خلية الأزمة هذا اليوم ترافقها فرق الصحة والسلامة والطبابة إلى مدينة بيجي من أجل تحفير السيطرات الخارجية. بعد التحفير توجهنا إلى البطاقة الوطنية في مدينة بيجي، وقمنا بتحفير البناية إضافة إلى المحلات والشارع الرئيسي القريب منها. بعدها توجهنا إلى ناحية الحجاج والبطعمة من أجل تحفير مركز الشرطة المتواجد في المنطقة وسايلو الحبوب بيجي الموجود أيضا والذي نحن موجودين فيه حاليا. قيامهم بتعفير وتعقيم مجمع حبوب بيجي التابع للشركة العامة لمجالات الحبوب وزارة التجارة لتعقيم جميع أقسام الدائرة ومرفقاتها. نشكر الكادر جميعا للتهيئة إلى موسم التسويق وتعقيم جميع الدائرة والكوادر والسيارات والسيارات الحمولة التي تدخل إلى مجمع حبوب بيجي محملة بالحنطة المحلية إلى مناطق التوزيع التابعة للشركة العامة لتجارة الحبوب